السلام عليكم، محمد نيا صاحب مقهى سيتكا اون فاس مستشفى جامعي قدام كلية الطب. يعني المشكل اللي كنعانيو هو أزمة اللي هي عامة بحالنا بحال جميع المقاهي الأخرى بحال لي زون الأخرين. كاين مشكل ديال الجبايات اللي يعني ما بقيناش نقدروا نوازيو ما بين لي شارج اللي عندنا كثروا بزاف وما بين المداخل، يعني المداخل نقصت بواحد النسبة كبيرة. السلام عليكم، معك أحمد المساعد رئيس جمعية أرباب المقاهي مدينة وجدة. مؤخرا توصلنا بواحد المراجعات خيالية اللي كانت مضاعفة بواحد الشكل، لأنه رب المقهى ما كانش يتصورها أنه غادي يرسلوا لهم في ظل واحد الركود تجاري واقتصادي اللي كتعانيه المنطقه بصفه عامه ومدينه وجده بصفه خاصه. الى النواب البرلمانيين في البرلمان كيقولوا انه المنطقه منكوبه، ما كانش خاص انه هاد اللي تكلفوا بهاد الجماعه الترابيه، وخصوصا الجماعه الترابيه ديال مدينه وجده اللي هي جامعه وجده، انه باش تكافئنا بهذه الطريقه انه من كوبا وصيفطوا واحد المراجعات خيره، لانه زادت ازمت لنا الوضع. لانه جوج المقاهي خلال لقاءين لانه دارت هذه الجمعيه في مقر الغرفه التجاره والصناعه والخدمات، انه كلهم متذمرين بهذه الزياده، ولانه كلهم كانوا انه قال لهم حنا نسدوا ونغلقوا كاع، لانه كل مقهى كتخدم واحد سته العائلات ولا سبعه، وتخيلوا انه كاين وجده فيها تقريبا 500 ولا 600 مقهى، تخيلوا ان شحال من عائله اللي كتمتصل البطاله. وكنقول لك لانك اللي كتهز الحماق ديال الدوله هي المقاهي، يعني المراحل العموميه ما كاينش، حنايا كيجيو كيستغلوا المراحل ديال المقاهي. بنادم بيطالي ما كاين ما يدار، كيجي القهوه كيدوز الوقت ديالو. يعني حنا ساهمنا في كنساهموا في ذاك الاحتقان الاجتماعي لانه مدينه وجده، وكنتفاجئوا انه باش انه يكافئونا وينقصوا من الضرائب لقيناهم انهم زادوا كافئونا بالمزايدات، وهذا الشيء خطير. ونطالبوا من هذا المنبر انه رئيس الجماعه تاع وجده انه يعطينا له واحد الملف مطلبي اللي في جميع النقاط، لانه تقدر انه تنقص علينا وتخفف من الثقل الجبائي. قد ما ان كان واحد الثقل الجبائي، ان ما قدرناش اننا نحسنوا في الخدمات، ما قدرناش اننا نزيدوا كراسي جداده، ما قدرناش اننا نحسنوا في الجوده ديال الخدمات، لانه ومادام انه التأزم انه حتى المقاهي انه ما يقدرش يحسنوا، وهذا الشيء ضرر في الجماليه ديال المدينه. وشكرا. المشكل اللي عندي انايا اللي كنعاني بها كعنا وجده بها كاملين، وجده منطقه حدوديه، وملي تزيرت الحداده وجده الناس كاع كتعاني، وكتجار المهنيين كتجار كلش بصفه عامه. بالنسبه تقريبا 2017 2018 جاي تنقص 2019، بقى 2019 يعني راه وسط الحضيض. يعني كنتمنى كنطلبوا من المسؤولين زعما يلقاو حلول، زعما يجتهدوا كثار ويلقاو حلول لهذه المنطقه اللي هذا الوجده اللي عزيزه علينا. يعني خصها ما خصهاش تكون هكا، يعني اغلبيه ديال العمال كانوا يهاجروا وجده، هذه شحال كانوا كيجيو لوجده دابا راهم كيهاجروا. يعني جميع القطاعات كتعاني في وجده، ما كاينش اي قطاع كيعاني، كلش المشكل يعني بصفه عامه، يعني كاع الناس كتعاني. ماشي نطلبوا من المسؤولين يراعيو، نديروا يد في يد ونتعاونوا باش نلقاو حلول عاجله لهذه المدينه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.